اهلا بيكم في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم من 3 ل 4 لسه مكملين في حلقات عيد الاضحى المبارك. ربنا يجعل كل الايام عليكم مباركه يا رب. النهارده هنتعلم كذا حاجه اساسيه جدا تنفعنا بعد كده لاي وصفه ايا كانت. ايه هي الحاجات الاساسيه؟ الرز الابيض، تحميص العيش للفته، الخل والثوم للفته، السلق للفته. أربع حاجات أساسية جدا، بعد كده أنتوا تقدروا تنطلقوا بيهم في وصفات كتير وفي تركيبات تانية كتير. خلونا نبدأ واحدة واحدة. أول حاجة هعملها هتكون تحميص العيش البلدي. ده العيش البلدي بتاعنا، ده عيش بلدي أبيض بالردة، في عيش بني أو يعني أغمق بالردة برضو اللي هو إحنا بنسميه في مصر العيش الأسمر. أي عيش فيهم مفيش مشكلة، بنقطعه بالمقص مكعبات زي ما أنتوا شفتوا كده. هجيب الصاج، هرص العيش بتاعي على الصاج، ويفضل انه يكون مش فوق بعضه. هحط له فلفل اسود، هحط له ملح، هحط له سمنه بلدي. طيب سؤال هنا أميرة، إحنا دلوقتي لما نيجي نعملها فتة هنحط عليه الشوربة، طب إحنا إيه اللي خلانا أصلاً نحمصه وبعدين نحط عليه الشوربة نبله؟ أقول لكم ليه؟ لأنه أولاً طعم مختلف خالص يا جماعة العيش المتحمص عن العيش الني اللي هو مش ني، يعني قصدي كده طري. الحاجة التانية إنه هنحط عليه شوربة بالعقل، فهيبقى برضو لسه فيه عضة، فيه قرمشة، بيدي نكهه رهيبه. طيب ينفع اعمله كده؟ ينفع اقليه في زيت غزير؟ ينفع اعمله كده وافضل اشوح فيه على النار؟ ينفع احطه في الاير فراير؟ كله هيديني عيش محمص، وعيش محمص حلو من غير سمنه او بسمنه وعليه ملح وفلفل. ادي اول خطوه من خطوات الفته، وهنركز مع بعض في الفرن. تاني خطوه من خطوات الفته الرز المصري. عشان اعمل رز مصري مظبوط ويطلع للفتة كده يعني ايه كما قال الكتاب، يبقى عندي رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، عندي سمنة بلدي، عندي شوربة من شوربة اللحمة اللي سلقناها، انا سلقة ضاني، انتوا ممكن طبعا تكونوا هتسلقوا كندوز مفيش مشكلة، عندي وحدتين حبهان، عندي وحدتين مستكة، عندي طبعا ملح، وتظبطوا الملح على ظبطة الملح بتاع الشوربة عشان ما يطلعش مملح قوي زيادة عن اللزوم. يبقى حبهان ومستكة وملح، رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، شوربة من شوربة سلق اللحمة، وسمنة بلدي. حلة على النار، معلقة سمنة، رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، ملح حسب الملح اللي في المرقة، حبهان ومستكة، مرقة لحمة، أنا عندي لحمة موز ضاني بالعظم يعني حاجة كده فاخرة، لكن أنتوا تقدروا تستخدموا أي نوع لحمة سلقتوها، حتى ممكن تسلقوا عظم فقط. بما ان الشوربة عندي هنا دسمة ما حطيتش زيت، وبما انها برضو ما شاء الله دسمة دسمة يعني دسمة دسومة محترمة، فانا هحط شوربة ومية عشان بس الرز ما يطلعش برضو ايه دسم زيادة عن اللزوم، وممكن طبعا شوربة بس واكيد ممكن مية بس. نار عالية، وهسيب الرز يغلي لحد ما يبدأ يتشرب عشان أبدأ بعد كده أن أنا أغطيه وأوطي عليه وأسيبه يكمل تسويته. وبما أني أنا النار عندي هنا أعلى، هنقله الأول على الأعلى وبعدين أجيبه على النار الواطية عادي زي ما بنعمل عندنا في البيت. أهو تعالى هنا يا رز،
يبقى احنا عملنا اول خطوة للفتة اللي هي العيش، تاني خطوة للفتة اللي هي الرز، تالت خطوة للفتة الخل والثوم. الخل والثوم يعني الفتة المصري يعني خل وثوم. عشان نعمل الخل والثوم هاخد معلقة سمنة بلدي، هاخد معاها ثوم مفروم، هاخد معاهم ملح، فلفل، واستنى لحد ما يتشوحوا ولون الثوم يبقى ذهبي وريحة الثوم تطلع. واخدين بالكم؟ ذهبي مش بني، عشان مش عايزين النكهة بتاعت الثوم البني، في فرق ومش عايزينه. اهو هيبدأ في الوقت ده. انا استثمر وقتي عشان انا مش عايزة اضيع وقت، هجيب الطبق اللي احنا هنقدم فيه الفتة. احنا طبعا في بيوتنا المصرية بنقدم في صينية مش في طبق ولا حاجة، بنحط صينية ألمونيوم من بتاع جدتي وامي عادي جدا يعني، ونعمل فيها الفتة. انا بس هنا يعني كده عشان التصوير والحركات، لكن في البيت صينية الألمونيوم يعني بركة بركة، الله على العيش. لسه دقيقتين يا لولو، دقيقتين بالظبط يعني، مش اكتر من دقيقتين. اشكرك. هعمل ايه هنا يا ولاد؟ هاخد العيش اللي حمصناه عشان ابله. ادي العيش، لسه هجيب عليه شويه من اللي في الفرن كمان. الله على الرز، ايوه كده حلو حلو قوي قوي. وادي الثوم، الله على الريحه، ريحه خطيره. هتش الثوم والله بالخل الابيض، خل ابيض كده. انا عندي الخل والثوم كده، انا عندي الخل والثوم. في ناس بتحب تخلي الخل والثوم ابيض كده، وفي ناس بتحب تعمله احمر. عشان نحوله احمر هحط طماطم مبشوره بدون القشر بتاعها، هحط معلقه سكر صغيره، هحط صلصه طماطم معلقه. يبقى ينفع نخليه ابيض؟ ينفع. ينفع نحوله من الابيض للاحمر؟ ايوه ينفع. ينفع نعمل الاثنين؟ ينفع. تمام. يبقى عملنا اول خطوه للفته اللي هي العيش اللي هنطلعه دلوقتي من الفرن، حمصناه بالسمنه البلدي والملح والفلفل. تاني خطوه للفته الرز المصري المستوي مع الشوربة الضاني ومع المستكة والحبهان والسمنة البلدي. تالت خطوة الخل والثوم سواء كان أبيض أو أحمر. تالت خطوة هي سلق اللحم. عندي هنا مية سخنة بتغلي، هحط فيها منكهات السلق، جزر، بصل، كرات، زعتر، حبهان، لورا، فلفل حصى او فلفل حب صحيح علشان ما غمقش الشوربه، مستكه، قرفه برضو عيدان عشان ما غمقش الشوربه، طماطمايه أربع تربع نظيفة مغسولة أقصد يعني كده. أنا عندي مية السلق لأي حاجة، فراخ، بط، وز، أرانب، شوفوا أنتوا عايزين إيه. أنا بقى هسلق ضاني، فأنا لما باجي أسلق الضاني بحب أحط له معلقة خل أبيض في مية السلق ومعلقة عصير ليمون، عشان اكون مطمئنة قلبا وقالبا ان انا ما عنديش اي حاجة تضايقني. اوكي اوكي. وانزل اللحمة بتاعتي تستوي.
انا بحط الملح من الاول. في ناس تقول الملح بيأخر التسوية فبنحطه في النص او في الاخر، براحتكم. انا مش مقتنعة بالنظرية دي، هي اصلها مدارس. انا مش انا طول عمري ابقى شايفه امي بتسوي، عمرنا ما سمعنا على حكايه ان الملح بيأخر السوى، وامي كانت بتطبخ وبتاكلنا وكل حاجه. فانا مش مقتنعه، وانا يعني مش مقياس اكيد. اللي مقتنع يخلي الملح للنص او للاخر، مش هنختلف خالص خالص خالص. نعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجتين قبل ما نطلع فاصل، عشان ايه نبقى كده ماشيين مظبوط. اول حاجه شوية خل وتوم على العيش هنا، ماشي يا باشا؟ حط شوية خل وتوم هنا اهو، رجع الخل والتوم على النار تاني. حطلي شوية شوربة، مش كتير، احنا عايزين في مصر نسميها نتشتش العيش. يعني ايه؟ يعني يا دوبك يتشتش. يعني ايه برضو؟ يعني ما يبقاش مية كده وطري قوي كده وعامل زي السفنجة كده، لا يتشتش بس. ايوه اسمها يتشتش اهو. اوكي اوكي اخر خطوة قبل الفاصل، الموزة اللي اتسلقت رصها لي هنا. الله، موزة مكعبات بالعظم من غير عظم، ضاني مش ضاني، اللي انت عايزه اعمله. هاتلي هنا معلقة سمنة بلدي، عليها معلقة صلصة، عليهم معلقة عسل أبيض، عليهم رشة ملح، رشة فلفل، عليهم رشة قرفة، ورشة حبهان بودرة. عندي أنا حبهان بودرة مش هكروت. أنا عارفة إن أنتوا عايزين تطلعوا فاصل بس أنا مش هكروت، معلش. لا الموزة دي ما تتكروتش بصراحة، يبقى حرام عليا يعني لو كروتها. حبهان مطحون، قلب لي كل ده مع بعضه. الله، انزل لي هنا ودخلها لي الفرن. اللي عايز يطلع فاصل بقى يطلع، خلاص انا كده ايه مرضيه. هدخلها الفرن، هطلع فاصل وارجع، استنوني. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا نبص الاول على الفرن. احنا دخلنا الموزة اللي احنا عملنا لها خليط التحمير. عملناه ازاي؟ عملناه باستخدام الصلصة، معاها العسل الابيض، معاها السمنة البلدي، بعد كده التوابل حسب الذوق وحسب الرغبة. عايزين تحطوا، انا حطيت ملح وفلفل وقرفة وحبهان، انتوا عايزين تحطوا اي نكهات تانية تقدروا تحطوها. طبعا ما تنشفوهاش، يدوبك تتحمر بسيط وتكون جاهزة. الرز نقلته على النار الاهدى ومغطياه وسايباه يكمل باقي تسويته اللي هي ما فضلهاش كتير. العيش حمصناه وحطينا له الخل والثوم وحطينا له الشوربة وسبناه عشان يتشتش. الخل والثوم عملناه ورفعناه من على النار، يعني الفتة المصري بالموزة جاهزة، تمام؟ بعد كده هنعمل فتة، بس فتة مختلفة واخدة الطبع الشامي شوية، بس لذيذة قوي، يعني شامي على مصري، ميكس كده بس هيعجبكم جدا جدا. طب عملنا الميكس ده ازاي؟ اول حاجة تقدروا تستبدلوا اللحمة بالفراخ، وفي ناس كتير على فكرة ما بتاكلش اللحمة في العيد حتى ان كانت مش ضاني، يعني بيكونوا نفسهم كده مسدودة من اللحمة، فتقدروا طبعا تعملوها بالفراخ. عندي هنا لحمة متقطعة شاورما اي شرايح رفيعة، عندي طماطم متقطعة شرايح رفيعة بدون البذر بتاعها، عندي فلفل احمر، لا بصل احمر متقطع شرايح رفيعة، عندي بهارات شاورما وملح وفلفل وبقدونس. بهارات الشاورما بتتباع عند كل العطارين، بتتباع عند كل السوبر ماركتس الكبيرة والصغيرة ومحلات البقالة. بعد كده عندي لوز محمص للتقديم، عندي رز اصفر بسمتي للتقديم، عملناه مع بعض كتير جدا جدا جدا، اخدنا اللون من بودرة الزعفران معاها الكاري، زيت ومية سخنة.
هنا عندي القاعدة بتاعت الفتة، لا هنعملها بالعيش البلدي ولا هنعملها بالعيش الشامي، ده رقاق واحنا عملنا الرقاق مع بعض في البيت. ده رقاق طري او ناشف قليناه في الزيت او في الاير فراير او في الفرن وادينا له ملح وفلفل. هعمل صوص زبادي عليه طحينة عليه ثوم مفروم عليهم شوية من البقدونس والملح والفلفل، وتدعولي فتة حلوة مختلفة لذيذة رائعة. سخنت الووك هنا كويس جدا جدا، هحط فيه معلقة من الزيت، هنزل عليه اللحمة الشاورما دايما من ناحيتي لبرة عشان لو حاجة نزلت ما تنزلش عليا او يعني حاجة طرطشت. وفي نفس الوقت بصوا ايدي فين، ايدي جوه خالص اهي علشان ما انطرش على نفسي السخونية. ادي الشاورما او اللحمة بتاعت الشاورما، بهارات الشاورما، الملح، الفلفل الاسود، اتركها في سلام الاول عشان ما تنزلش ميتها. تاني خطوة البصل مع الطماطم مع البقدونس، ما انا بقول لكم هي ميكس مصري شامي. ده كده جاهز. اللي بعده نمشي خطوة خطوة كده مع بعض عشان ما حدش يشتوه مني. الزبادي عليه الثوم المفروم، رشة الملح، اقلب دول الاول عشان الزبادي يتأكد ان ما فيهوش اي نوع من انواع التكتلات. اضيف الطحينة، اقلب. في ناس تحب الصوص ده في التلاجة سائع على الشاورما، في ناس تحبه سخن بتسخنه على النار، في ناس تحبه في درجة حرارة الغرفة، انا منهم. اللي بعده طبق تقديم الفتة. الرقاق ده ما بيتشتش يعني ما بيتحطلوش شوربة. طب ما عنديش رقاق او مش عايزة استخدم رقاق، استخدمي العيش الشامي. ما عنديش وعايزه استخدم العيش البلدي، مفيش مشكله خالص، بس لو استخدمته العيش البلدي في يعني لازم ملحوظه من الاثنين، يا اما الرز يبقى سخن جدا وهو بيتحط عليه، يا اما اديله شويه شوربه، لان العيش البلدي مش زي العيش الشامي قاسي شويه لما بيتحمر. انا هحط الاول الرز في النص وبعدين هنزل عليه الرقاق على الاطراف عشان مش عايزه الرقاق لا يتكسر ولا يطرى، لان الرقاق الكريسبي بتاعه خفيف قوي مش زي العيش الشامي حتى، فمش عايزه ايه اجي عليه. حطوا الرز هنا يا ولاد، اهم بالشغل ظبط الشغل يا استاذ، هنعمل ايه بس، موسم كل سنه وانت طيب. تلاقي المطابخ كده يا جماعه في الموسم بقى، يا عيني على ايام زمان والله، مع ان احنا مش قدام قوي والله يا ولاد، بس كان في كده طابع يعني ايه، يعني تشم الروايح من المنور، كان عندنا زمان منور والله او تشمها على السلم وانت طالع وانت نازل، تسمع التكبيرات والصلاه والاغاني بتاعت العيد طالعه من البيوت، تشم الروايح طا
طالعة من البيوت كلها. طبعا الطبق الدوار اللي اختفى وانا بقالي سنين بحاول ان احنا نعمل الحملة انه نرجعه وبدأ يعني هو الحمد لله الناس تستجيب. تلاقي الطبق ده طالع نازل كده ما تعرفش هو لحد ما يتنسي هو بتاع مين، لان طبعا كانت كل اطباقنا شبه بعض زمان، مش كل واحد بيجيب من بلد وكل واحد بيجيب من ماركة. فتلاقي ده طبق فتة طالع، ده طبق ممبار نازل، ده طبق حلويات، ده معرفش ايه. يلا ايام كانت بركة وبيوتنا كانت كلها بركة وحبايبنا كلهم كانوا موجودين وكانت ايام جميلة ولينا ذكريات جميلة، مع ان احنا اجيال يعني بسيطة واحلامنا كانت بسيطة واللي بيرضينا كان بسيط وتسليتنا كانت حاجات بسيطة جدا، نقعد ناكل لب يعني اخرنا في البلكونة، دي حاجة كانت بالنسبة لنا كبيرة جدا. لكن عندنا ذكريات اكتر كتير من الاجيال الحالية للأسف. ما علينا، نرجع ليه الشاورما قبل ما اعيط. يلا بينا الشاورما اهي. يا عيني يا عيني يا عيني، لا ده كلام كبير وكلام جامد وكلام رائع، وخليني افضي الدنيا عندي عشان اعرف اشتغل. اوبا تعالوا انتوا هنا كده، هاخد الخضار انزله على الشاورما في اخر ربع تسويه، ربع تسويه عشان يطروا يدوا نكهه وياخدوا من نكهه اللحمه وفي نفس الوقت ما يموتوش قوي مني. افرد في نفسي كده واديهم فرصتهم تاني. اجيب بقى البوب الكبير واجي هنا عند الرز وسع لنفسك كده مغرفة الرز، رز سخن يا خرابي على الريحة، رز مصري أبيض معمول بزمة، معمول بشوربة ضاني، معمول بحبهان ومستكة، معمول بملح مظبوط حسب المرقة، معمول بسمنة بلدي. احنا بنستخدم السمنة البلدي البيضة عادة في الوصفات التقيلة دي، وناس كتير جدا جدا بتسألني بتجيبيها منين يا أميرة؟ ممكن تجيبوها من عند لبان يعني مضمون انتوا تكونوا بتتعاملوا معاه، لبان ممكن تجيبوها من البلد يعني يكون في حد من أهلنا وحبايبنا في الفلاحين في القرى اللي هي أصلنا كلنا يجيبها لكم وتسيحوها، او تاخدوها من اللبان وتسيحوها، او عند اللبان هتلاقوا متسيحه جاهزه، بس تكونوا متاكدين ان يعني ايه اللبان كويس. هاتوا كميه الاول صغيره جربوا، عجبتكم ابقوا استخدموها او ابقوا هاتوا منه، ما عجبتكوش تغيروا المصدر. كمان في سوبر ماركتس كبيره بتكون موجوده عندها السمنه البلدي برضو كور او متسيحه، ماركات كتير برضو هتجربوا الماركة مرة واتنين لحد ما تستقروا على الماركة اللي تعجبكم يعني. ماشي ماشي، خل وتوم بقى، احنا هنهزر ولا ايه؟ خل وتوم، خل وتوم يا حلوين على الفتة الخطيرة المصري اللي بالموزة والخل والتوم مع العيش المصري. وانا يعني هفضل اقول مصرية وافتخر بمصريتي وبمطبخي المصري الاصيل القديم قدم التاريخ. انا مش هتكلم، الطبق اللي هيتكلم يهيأ لي ان انا مش هتكلم، الطبق هو اللي هيتكلم عن نفسه، انا مش محتاجة ان انا اتكلم. والشاورما خلصت يا ولاد، انا ماليش دعوة اللي انتوا عايزين اعملوه يا ولاد، اللي انتوا عايزين، انا طبخت وعملت اللي عليا، اللي انتوا بقى عايزينه
وشايفينه اعمله. وبعدين اقوم جايبه شويه كده بس حاجه كده تكون كده اهوت كده 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 يا سيدي. واديني الشاورما دي هنا اهو يا عيني. يلا شويه الفته الشامي على مصري بالشاورما اللي ينفع تبقى شاورما فراخ زي ما اتفقنا لو في حد ما بياكلش اللحمه او ما بياكلش اللحمه في العيد او ايا كان او تغيير او عازمين ناس ومش عارفين هم بياكلوا ولا لا فيبقى في تنوع على الترابيزه باللحمه او بالفراخ كله تحفه. انزل عليها بالصوص اللي جهزناه بالزبادي والثوم ملح فلفل و طحينه. الباقي هحطه لكم هو وباقي الخل والثوم جنب الاكل بس انا مش عايزه اغطي الفته بتاعتي كلها او الشاورما بتاعتي كلها، عايزاها تبقى واضحه وباينه. شويه لوز لو موجودين، مش موجودين ولا هيفرقوا في اي حاجه اصلا، الاكله يعني تتاكل كده ايه من غير اي اضافات. الله، شويه كده قرمشه كده في النص تقولش لا برضو. الله، شويه بقدونس للون مش هيقولوا لا. والف هنا وشفا. نوعين فته يعني ألذ من بعض. هطلع فاصل عشان اودي الاطباق دي هناك عشان دي طلعه كبيره وارجع لكم نكمل، استنونا. اهلا فيكم، اهلا بيكم. بعد الفاصل باكل واحده عيش، كويس ان انا دقتها لانها كانت محتاجه ملح وفلفل فحطيت لها ملح وفلفل. يلا بينا. بصوا يا اولاد، لحد دلوقتي عملنا مع بعض الفته المصري بالخل والثوم، استخدمنا فيها لحمه الموزه، عملنا الحاجات الاساسيه كلها، عيش الفته، الخل والثوم سواء كان ابيض او بالصلصه، عملنا الرز المصري، سلقنا اللحمة، عملنا الخلطة بتاعة التحمير بتاع اللحمة. يبقى احنا كده عملنا كل الحاجات الأساسية اللي انتوا تقدروا تطلعوا منها أي فتة انتوا بتحبوها. بعد كده على سبيل التغيير عملنا فتة ميكس ما بين الشامي والمصري وهي فتة شاورما اللحمة اللي استخدمنا فيها بدل العيش الرقاق، استخدمنا فيها بدل الرز المصري الرز البسمتي الاصفر اللي معمول بالكاري، عملنا الشاورما المصري وعملنا الصوص الشامي اللي بالزبادي والطحينه والثوم والملح والفلفل وقدمناها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ميكس لذيذ جدا وتقدروا تستبدلوا اللحمه بالفراخ. بعد كده عندنا وصفه لطيفه جدا جدا، يعني شويه مختلفه وغريبه بس لذيذه. هستخدم فيها الكبدة، هعمل فتة الكبدة. هنا عندي نفس خطوات العيش اللي عملناها سوا، عيش بلدي عليه ملح وفلفل وسمنة بلدي ودخل الفرن. بعدين رز مصري، نفس الرز المصري اللي احنا عملناه بس هنا حطيت له كركم وفلفل اسود، يعني سمنة بلدي، رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، شوربة، حبهان ومستكة، وبعدين حطيت معاهم الكركم والفلفل الاسود وعملناه كتير قوي قوي مع بعض برضو، وهو نفس الخطوات بتاعة الرز اللي عملناها سوا في اول فقرة. بعد كده بقية المقادير عندي مرقة لحمة، كبد وقلوب وكلاوي كندوز او ضاني، ثوم صحيح، كمون، خل ابيض، فلفل احمر حار ممكن تستبدلوه بالفلفل الرومي، عصير ليمون، صلصة، ملح وفلفل. التوم صحيح ليه يا أميرة؟ سؤال بيجيلي كتير جدا، علشان أنا بتعب من التوم فباخد النكهة وباخد الفايدة وباخد الريحة وبشيله، بشيله بسهولة لأنه صحيح، وعشان ولادي ما بياكلوش التوم فبرضو باخد النكهة والفايدة والريحة واشيله بسهولة، لكن هو لو مفروم أو شرايح أو ايا كان هيبقى صعب ان انا اقف انقيه من الوصفه. تمام؟ تمام.
هنا في شويه بقدونس دول للتقديم كده يعني للحركات. ووك سخن على النار، سمنه بلدي، كبد وكلاوي وقلوب، او كبد وكلاوي او قلوب وكلاوي زي ما انتوا عايزين، الميكس اللي انتوا عايزينه، او كبده بس. الكبده ما بتتغسلش، اللحمه ما بتتغسلش، اللحمه بتتغسل غسله واحده بس بعد الذبح مباشره عن طريق الجزار، ومن بعدها بالمناديل كده لو مضايقاكوا وخلاص. ملح وفلفل وسمنه بلدي، كبد وقلوب وكلاوي، ثوم، فلفل حار. لو مش عايزينه يبقى واضح قوي استخدموه صحيح مش مفروم. حطينا ملح وفلفل، بشيك، كمون، انا حابه احط كزبره كمان، كزبره ناشفه مطحونه بتدي طعم حلو قوي قوي مع الكبده. ممكن تحطوا كزبره كمان خضراء مطحونه. لو حبيتوا بتدي برضو نكهه حلوه قوي وريحه حلوه قوي. نقلب بقى كل ده مع بعضه. ننزل له عصير الليمون، الخل الابيض، ننزل له الصلصه. طبعا الصلصه كتير او قليله حسب ذوقكم، انا ده بالنسبه لي قليل شويه، فممكن اضيف معلقه صلصه كمان او حتى معلقتين الصراحه عشان الصوص يبقى لذيذ وكتير. هنا عندي العيش، هديله حاجه بسيطه كده من الشوربه، شوربه تكون سخنه او دافيه بس مش مولعه يعني، والكميه تكون معقوله علشان ما يطلعش طري قوي زياده عن اللزوم. هنحط عليه الرز المصري اللي احنا عاملينه بالكركم. انا ما رضيتش اعمل كل انواع الرز في نفس الحلقه علشان ما تزهقوش ويبقى فيه تكرار للخطوات والوصفات، فقلت ايه هنعمله مره والباقي هيتعمل بنفس الطريقه فما فيش مشكله. او اللي حابب انه يشوف الطريقه بقى بالتفصيل برضو كله معمول على اليوتيوب. هاخد الرز المصري اللي بالكركم، وابتدي احطه على العيش ويكون سخن طبعا، يعني يكون لسه طافيين عليه. الرز بتاع الفتة لازم يكون طازة عشان يديكوا احسن نكهة واحسن نتيجة. ابص على الكبدة، طبعا احنا يعني مش هنتخانق بقى خلاص احنا حفظنا، انا باكل الكبده نص سوا، انتوا لو عايزين تسووها اكتر سووها زي ما انتوا عايزين مفيش مشكله خالص. واشيل الحاجات دي من على النار واجي هنا انزل بيهم. الله 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 يا ولاد، الله يا بلدنا، الله. بصوا الجمال، بصوا الطعام، بصوا الحلاوه. وادي الفته فتت الكبده. يعني اظن ان احنا النهارده تنوعنا وقدمنا تشكيله من الفته لطيفه، عيش شامي، عيش بلدي، رقاق، رز مصري، رز بسمتي، رز ابيض، رز اصفر، رز كاري، رز كركم، صوص زبادي، صوص خل وثوم ابيض، صوص خل وثوم احمر، كله حلو، كله لذيذ،
كله تغيير واختلاف، حاجات لطيفة ومختلفة. هنطلع فاصل ولا ايه رأيكم؟ يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع. احنا خلصنا، فهنرجع نراجع بهدوء وننزل لكم المقادير تاني كده على رواقة، واستنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده حلقتنا كانت مخصصه للفته، عملنا فتات متنوعه، عملنا افكار مختلفه. طبعا ما نقدرش نتخطى الفته المصري بالخل والثوم بتاعتنا المعتاده اللي استخدمنا فيها العيش البلدي. عملنا الخل والثوم ساده وبالصلصه، عملنا الرز المصري بالشوربه مع الحبهان والمستكه، عملنا طريقه سلق اللحوم الاساسيه، واحنا هنا استخدمنا موزه ضاني بالعظم، وعملنا كمان الخلطه بتاعه تحمير اللحمه في الفرن. فبكده عملنا مع بعض كل الاساسيات اللي انتوا تقدروا بعد كده تستغلوها في فتات مختلفه. تعملوا بقى انتوا مكعبات من اللحمة، تعملوا انتوا كوارع، تعملوا انتوا اللي انتوا عايزينه. بعد كده عملنا الفتة الميكس ما بين الشامي والمصري، استخدمنا فيها الرقاق بدل ما نستخدم العيش البلدي او العيش الشامي، استخدمنا فيها الرز البسمتي بدل الرز المصري، نكهناه بالكاري، عملنا له فتة شاورما لحمة مصري، بعد كده قدمناه بصوص شامي من الزبادي والطحينة معاهم الثوم وعلى وشهم اللوز المحمص. ميكس لطيف ولذيذ ومختلف، وتقدروا برضو تشيروا وتحطوا زي ما انتوا عايزين، وتعملوا اختلافات في النكهة زي ما انتوا عايزين. آخر فتة معانا استخدمنا فيها الكبدة والكلاوي والقلوب مع صوص أحمر مع رز مصري متنكه بالكاري مع عيش مصري أو عيش شامي أو رقاق زي ما انتوا عايزين. حرشة قوي فمحتاجتش ان احنا الصراحة نحط لها اي صوص ولا اي حاجة. دي كانت الوصفات والأفكار بتاعة النهاردة اللي بتمنى تكون عجبتكم. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد ومبارك عليكم جميعا، ولسه مكملين في بقية حلقات العيد بأفكار كتير يا رب تعجبكم. استنونا يوميا من 3 ل 4.